لها السؤال الرابع استاذ محمد ابو حامد، ناس كتير مش فاهمه مواقفك. انت هتفت اثناء حكم المجلس العسكري قلت يسقط حكم العسكر، وكمان طالبت بمحاكمه هذا المجلس الذي وصفته انت بالمجرم، والان تقول من يهتف ضد العسكر خائن. ايه اسباب هذا التحول؟ بص، احنا في ثوره 25 يناير كان في بدايه الثوره فكره الاخوان بينشروها في الميدان، فكره الصفقه مع المجلس العسكري. ولما كنت بتابع اتخاذ القرارات، يعني القرارات اللي عماله تطلع على المستوى السياسي، كنت شايف انها بتخدم الاخوان بشكل اساسي. فكان موقفي مبني على انه المجلس القديم بيساند جماعه الاخوان، وبالتالي كنت شايف انه اللي يساند الاخوان، وانا بحكم جزء من دراستي شايف انها جماعه خاينه، جماعه عميله، يبقى كانه بيبيع مصر. اللي حصل ان انا بعد ما دخلت مجلس الشعب ابتديت احضر اجتماعات المجلس العسكري مع القوى السياسيه كنائب مستقل، وشفت القرارات بتتخذ ازاي. السيد المشير كان بيبقى قاعد، واحنا كاحزاب او مستقلين بنتكلم مع بعض، والمشير في الاجتماع يبقى مؤيد راينا كقوى مدنيه وطنيه، ونقوم كلنا من الاجتماع. تاني يوم الاخوان يملوا الشوارع بالتنظيم بتاعهم، وبالذات قدام وزاره الدفاع، ويقولوا اي عنوان. يعني على سبيل المثال، لما كان محمد مرسي عايز يمرر شيء في قانون الانتخابات وكان شيء غير دستوري وعشان يتحل مجلس الشعب، تاني يوم الاخوان عملوا مليونيه ضغطوا بيها على المجلس العسكري، سموها مليونيه تسليم السلطه. فانا اللي حصل ان انا اكتشفت ان المجلس العسكري مش عامل معاهم صفقه ولا حاجه، لكن المجلس العسكري كان بيتعامل مع واقع في الشارع. قوة موجودة على الأرض كانت بتعرف تحشد ولسه خدع الشعب، كل ما تحب تمرر شيء تضغط عليه. فكان موقفي مبني على شيء، لما اكتشفت أنه هو خطأ غيرته، والكلام ده غيرته في فبراير 2012، وقت ما كانت الموضة اللي موجودة تقريبا في المجتمع السياسي كله هو فكرة أن الناس تكون متشددة تجاه المجلس العسكري. وعايز أقول لحضرتك أن أنا قبل ما أخد الموقف ده كنت من أبطال الميدان، وكان في ناس بتنادي بها شخصيا رئيس. ولما أخدت الموقف ده تقريبا معظم الحركات الثورية والشخصيات الثورية كانت أخدت مني موقف عادي جدا، بس انا قارنت ما بين الشعبيه او الدوله واخترت الدوله.